الأصحاح الخامس عشر. ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، سبعة ملائكة يحملون سبع نكبات، وهي الأخيرة لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم. من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك. جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين. ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة السبعة الذين معهم النكبات السبع، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية الأربعة هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات السبع التي يحملها الملائكة السبعة.